السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة البحر الأحمر الدولية بتعلن عن عدة وظائف لحملة الثانوية فأعلى. أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة عبر بوابة التوظيف الرسمية فتح التقديم على العديد من الوظائف لحملة الثانوية فأعلى. المؤهلات المطلوبة: الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، المجالات الوظيفية، وظائف إدارية ومالية، وظائف قانونية، وظائف هندسية، وظائف تقنية وغيرها من الوظائف. من أهم هذه المسميات الوظيفية: مشرف خدمات المسافرين، مشرف تنفيذي، مساعد الحوكمة، أخصائي الصحة والسلامة، مشرف المناولة الأرضية، مشرف إرسال، مدراء المشاريع والإنشاءات، أخصائي مشتريات أول، مدير المشروع البحرية، مدير أول هندسة المناظر الطبيعية، مدير نمذجة معلومات البناء، مدير مساعد التخطيط الحضري، أخصائي أول سلامة الأغذية، أخصائي المشتريات، مدير التخطيط، أخصائي مشتريات أول التموينات، مدير تحليلات التسويق، عالم البيانات، مدير اعتماد الاستدامة، مدير مخاطر العمليات وغيرها من الوظائف. يمكنك التقديم على هذه الوظائف من خلال موقع لينكد إن الخاص بالشركة. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.